نقدم هذه الندوة اليوم انطلاقا من سعينا إلى تقريب وجهة النظر بين مختلف الأطراف المعنية بهذا الخلاف وهذا الاحتقان الموجود اليوم في كلية الطب والصيدلة وكلية الطب الأسنان. والهدف من ذلك هو أن نجعل الحكومة بداية تتحمل كامل مسؤوليتها في المزيد من الالتزام بخصلة الحوار والاستماع ودور الطمأنة بالنسبة لحاضري ومستقبلي الطلبة، خاصة في موضوع التزام سنة سادسة عوض سنة سابعة كما كان من قبل، والقضايا الموازية بالنسبة لهذه النقطة. من جهة أخرى نسعى أيضا إلى أن يتسم الطلاب بالمسؤولية الضرورية وبالاتزان الضروري من أجل أن لا نسقط في سنة بيضاء، وأن يتم الرجوع إلى الدراسة في أقرب وقت ممكن بما يسهل الوقوف أو الوصول إلى الحلول المناسبة بالنسبة لكل القضايا المطروحة. كانت لنا اتصالات مع الهيئات الحكومية المختلفة المسؤولة، ولنا اتصالات طبعا مع مختلف الفصائل الطلابية المعنية بهذه القضايا، وسنسعى من خلال هذه الندوة إلى مواصلة مساعينا من أجل إيجاد حل بما يساهم في أن لا نسقط في سنة بيضاء. والسنة البيضاء هي مسألة سيئة جدا وسلبية بالنسبة للجميع. اليوم كتجي هذه الندوة يعني في السياق ديال الإضراب دام يعني منذ بداية السنة الجامعية، إضراب ديال طلبة الطب، إضراب عنوانه هو التواصل اللي نفتقده يعني مع الأسف في هذه الحكومة هذه. إضراب يعني من أجل حقوق مشروعة يعني تم يعني كانت 7 سنوات في تكوين ديال الطبيب، دابا غتولي 6 سنوات. تم اتخاذ هذا القرار يعني بشكل فردي بدون تشاور يعني مع كل الأطراف، والأكيد أننا كنعرفوا جميع أننا يعني الشعار ديال المرحلة هو الدولة الاجتماعية، ويعني ما يمكنش أن نتحدث على الدولة الاجتماعية بدون يعني الإشراك، يعني سواء في البداية ديال اتخاذ القرار أو من ناحية الأجراء دياله ولا من ناحية تقييم ديال هذه القرارات اللي كتقيس يعني الصحة العمومية وكتقيس المواطنات والمواطنين بشكل عام، وكتوقف المرفق العمومي سواء الجامعة أو لا المراكز الاستشفائية، لأنه كنعرفوا جميع أنه كاين نقص مهول على مستوى يعني على هذا المستوى هذا، والطلبة ديال الطب يعني اوتخومون دي يعني هما اللي هازين السبيطارات ديال المغرب. السيد الوزير أبى يعني أنه ما يحضرش معنا الندوة، لكن حنايا يعني كقطاع طلابي كحزب التقدم الاشتراكي وجهنا دعوة للسيد وزير التعليم العالي وكذلك وزير الصحة، لكن وحاولنا يعني نتبعوا الطلب ديالنا يعني باش انهم يحضروا، لكن للاسف الشديد الحكومة يعني ابت انها يعني تتخذ يعني قرارات بشكل فردي. لكن هذه الندوة هذه احنا هي فقط بداية من اجل حلحلة يعني محاولة اننا نحلوا هذا الملف، وكتدخل كذلك في الادوار الدستورية اللي كيلعبوها الادوار الاحزاب السياسية خصوصا في شقها المتعلق يعني بالوساطة الاجتماعية. مما لا شك فيه انه يعني قرار ديال 7 سنوات يعني انك تنقص السنوات ديال التكوين ماشي يعني لا نحن يعني في قطاع الطب نعتبره قرار سيادي، هو قرار يعني قابل للنقاش، قرار حكومي بحال وبحال كاع القرارات اللي تحطات. راه ممكن الطلبه يقبلوا 6 سنوات، ممكن هذا خص غير بعدا يتفتح نقاش يعني يكون تواصل يعني جاد يعني ينصف جميع الاطراف، طلبه اطر ديال التعليم العالي اطر الصحيه يعني وحتى الوزاره زعما حتى هي يجب ان نصفها، خصوصا كيف ما قلت اننا مقبلين على تنظيم تظاهرات كبرى يعني، وهاد الحويجات هادو كيخليونا يعني نقولوا الى اين زعما الى اين